عادي يعني. طيب بالنسبة لإضاءة بقى السفرة، في اللي بيحب يعني بيساوي ما بين الصالون، يعني طبعا الصالون بشتى أشكاله بقى، إن كان صالون مذهب معروف شكله أو الصالونات، حتى الصالونات العادية اللي بيبقى فيها نجفة نجفة كبيرة حبيبتي، تبقى نازلة بقى 4 شمعات، لا يا ماما أنا عايزة 12 شمعة تضوي ما شاء الله البيت كله، فبيساوي ما بين إضاءة الصالون وإضاءة السفرة، لازم تبقى فوق السفرة كده النجفة كبيرة 12 14 شمعة كده تنور، وممكن تلاقيه جنبها جنب البوفيه كده حاطط برضو أباجورة بتنور يعني، فكله منور في بعضه، فاحنا عايزين نشوف بقى إضاءة السفرة تبقى عاملة إزاي، هل زي الصالون ولا إضاءتها مختلفة؟ لا هو عادة بتكون منفصلة عن يعني الإضاءة، مش ضروري تكون ماشية مثل إضاءة الصالون، لأنه نحن الطاولة لازم يكون فوق الإضاءة مباشرة، وتكون يعني مستوى ارتفاعها أقل من يعني سوري أقل، بمعنى أنه هي أقرب للطاولة، يعني أنا بدي نزلها أكثر من السقف، فإضاءة طاولة السفرة لازم تكون نازلة من السقف أكثر من الصالون. الصالون أنا فيني يكون عند النجفة اللي هي التريا، أيوة. يكون بارتفاع الطبيعي يعني، بينما تعيد طاولة السفرة لازم تكون نازلة أكثر، يعني لازم تكون قريبة للطاولة حتى تضويلي بشكل مباشر على الأكل على السفرة. تمام، فإحنا بنلاحظ أصلا دايما بالمطاعم أو بالمحلات بيكون الإضاءة فوق الطاولة مباشرة قريبة. وبتكون قريبة منها، فهي هاي الإضاءة المضبوطة لطاولة السفرة، فمش هيك انا ما فيني انا عايزه اضيف ركزوا مع الاكل، لكن انا لو حرقاه ولا عامله اي حاجه هعملها هيبان على حقيقتها يعني ايوه كل حاجه هتبان على اصلها، خصوصا في اول الجواز يا مريم بلاوي بتبقى كتير جدا. بس هي على فكره فيها ايجابيه انه بتعطي لون حلو للاكل، فهمي حتى لو الاكل مش كتير طيب هيستحلوا يعني شكله، هي هتدي لهم اضاءه كده هحس ان الشكل جميل. بالظبط.